لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وصحيحه في الدارين، آمين. إن شاء الله هذا المجلس وبعده أجازة حتى منتصف شهر شوال إن شاء الله، يعني هنلتقي السبت الثالث من شوال بعد هذا اللقاء، كويس؟ ثالث سبت لو عايشين، يعني لو احنا لسه عايشين والقيامة ما قامتش، بس هي لسه القيامة مش هتقوم، لسه سيدنا عيسى ما نزلش، فهيبقى ايه؟ السبت الثالث من شوال إن شاء الله. كنا ذكرنا باب متى يستوجب الرجل القضاء، اللي هي يعني ايه الشروط اللي تتوفر في الانسان اللي يعين قاضي. باقي جزء بسيط من الكتاب، وقفنا على قوله: وقال مزاحم ابن زفر، قال لنا عمر بن عبد العزيز، اللي هو خامس الخلفاء الراشدين زي ما بيقول، لكن في الحقيقة هو ملك عادل من ملوك بني أمية، وليس من الايه الخلافة الراشدة، لأن الخلافة الراشدة انقضت في 30 عاما زي ما أخبر النبي، قال الخلافة الراشدة بعدي 30 عاما ثم ملك عضوض. فكان عمر بن عبد العزيز استثناء في وسط ملوك بني أمية، كان رجل صالح، ولي عالم كبير، ولم يطل عمره، حتى قرايبه سموه، يعني حكم أقل من 3 سنوات وسموه، بني أمية نفسهم سموه ليه؟ لأن أخذ الأموال بتاعتهم ووزعها على المسلمين فكرهوه، فاهم؟ يعني حتى بني أمية لم يتحملوا رجل صالح منهم، فاهم؟ وربنا يجمع بيننا بقى يوم القيامة ويفصل بين العباد، ويرحم المذنب ويثيب الطائع إن شاء الله. قال لنا عمر بن عبد العزيز، ليه أنا بأكد كده؟ لأن في خطأ تاريخي تملي يقول لك خامس الخلفاء الراشدين، خامس الخلفاء عمر، حتى تيجي فوازير رمضان، من هو خامس الخلفاء الراشدين؟ يقول لك عمر، إجابة خطأ. خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي. سيدنا الحسن ابن سيدنا علي أخذ الخلافة 6 أشهر كملت به 30 عاما، فهمت؟ فده خطأ شائع، ولازم نعلم أولادنا الخطأ الإيه، الكلام المنضبط، واضح؟ يبقى خامس الخلفاء الراشدين مين؟ سيدنا الحسن ابن علي، لكن هو ربنا يكرم ويلحقنا بهم على خير حال. قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة، يعني في عيب، يعني لو ما كانتش متوفرة هذه إيه الخمس شروط في القاضي يبقى في عيب، خدش لا يصلح أن يكون قاضيا. أن يكون فهما، يكون راجل إيه بلغة المصريين فهيم، يعني ذكي، مش تجيب واحد بليد واخد بالك ومش فاهم وبعدين تعينه قاضي ازاي؟ القاضي ده لازم يكون عنده فهم وذكاء، يبقى فاهما يعني ذكيا لبيبا، واضح؟ ان يكون فاهما، ومش كده وبس، حليما، والحليم اللي هو ايه؟ بطيء الغضب وسريع العفو، بطيء الغضب سريع العفو، ده هو للحليم، يعني يغضي عما يؤذيه، ما يهتمش، لانه لو كان سريع الانفعال ومتقلب المزاج ده هيؤدي الى ايه؟ الى عدم الصدق في حكمه، واضح؟ يبقى فاهما حليما عفيفا. عفيف يعني ايه؟ يعني ما يقبلش الحرام ابدا، مفيش حاجه اسمها رشوه يقبلها او حرام، فهمت ازاي؟ ده العفيف، يعني ملوش سكه ولا تعرف تشتري ذمته ولو بملايين الارض، فهمت؟
يبقى عفيفا. صليبا، صليبا يعني ايه؟ يعني شديد في ايه ومتمسك برأيه، يعني بعد ما يفهم ويرجح المسائل وياخد رأي يبقى صلب الرأي، مش متردد. صليبا يعني ايه؟ يعني غير متردد في رأيه، يعني قوي حازم. فهمت؟ عالما، عالم بالحكم الشرعي، بالاحكام الشرعيه كمان. سؤولا يعني يعرف يسال ازاي المتهم اسئله مرتبه منطقيه بحيث يستنبط من هذه الاسئله والاجابات ايه براءه المتهم او عدم براءته، يكون ايه عنده ترتيب منطقي في السؤال. فهمت ازاي؟ يبقى سؤولا عن وسؤولا ايه بيقول عن العلم، يبقى سؤولا عن العلم الشرعي يعني مطالعا للعلم الشرعي، وسؤولا كمان للشهود وللمتهمين علشان يعرف يتحقق المسألة. يبقى كثير السؤال عن العلم الشرعي لمواكبة الاجتهادات الجديدة اللي بتجد عليه في مهنته، وفي نفس الوقت سؤولا للمتهمين وللشهود حتى يصل ايه للصواب في الحكم. باب رزق الحكام اللي هي المرتبات بقى اللي بياخدوها. فهمت ازاي؟ رزق الحكام كانوا يسموه ايه اللي احنا نسميه الوقت المرتب، بيقبض في الشهر كام، هي دي رزقه بقى. فهل يجوز انك انت تاخد تتولى القضاء وتاخد عليه ثمنا؟ فهمت بقى ازاي؟ تتولى ولاية على المسلمين، تنظم حياتهم وعلاقة المسلم للمسلم والنصح، فتاخد ثمن على هذا النصح، ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن النبي كان يعطي أرزاق للولاة صلى الله عليه وسلم. كويس؟ وعشان كده بناء عليه كل المصالح الحكومية والموظفين دول بياخدوا ايه مرتبات مقابل الخدمات اللي بيأدوها للايه للمسلمين او لأهل بلده من خلال منصبه. واضح؟ فإن لم يؤدي الوظائف على الوجه الأكمل يبقى مرتبه ده إيه؟ حرام، يبقى صار سحتا. علشان كده وجب على كل موظف في أي مركز كان، سواء مراكز عليا أو مراكز متوسطة أو أي مركز، طالما بيتقاضى راتب أن يؤدي المنوط منه واجبات وظيفته. إيه واجبات وظيفتك؟ أعمل كذا وكذا، يبقى يعملها، لا يتنصل منها. لو تنصل يبقى ايه رزقه حرام. باب رزق الحكام والعاملين عليها. العاملين عليها يعني ايه؟ اللي هم بيجمعوا الزكاة، زي الوقت وزارة التضامن الاجتماعي دي اسمها العاملين عليها الوقت في زماننا. وزارة التضامن الاجتماعي هي يعني انت نفسك لما تيجي بتتبرع لأموال في وجوه الخير بتشرف عليها مين؟ وزارة التضامن الاجتماعي. لما واحد يجي يموت وملوش وارث ويكون راجل غني او امرأة غنية ولا وارث لها، كان زمان هذا الارث بيروح فين؟ بيت مال المسلمين. دلوقتي يروح فين؟ بنك النصر الاجتماعي اللي تابع برضو وزارة التضامن الاجتماعي. فهمت بقى ازاي؟ يبقى بقى اسمها الوقتي العاملين عليها بقى اسمها ايه؟ بنك ناصر والتضامن الاجتماعي. لا، الأوقاف دي بتنشرف على الأوقاف اللي بيوقفها الغني مش الإرث. فهم؟ يعني لو واحد غني يوقف مثلا مساحة معينة من الأرض يقول إيه الريع بتاعها يبقى لطلاب العلم أو لمرضى السرطان أو مثلا للأيتام، ده اسمها أوقاف بتعملها في حال حياتك. لكن احنا بنتكلم بعد الوفاة، لو واحد مات ولا وارث له يعمل ايه؟ ممكن يوصي بجزء من ماله في حدود الثلث في جهات الخير، اما وقفا او تبرعا. فلو كان وقفا خلاص يترشح عليه وزارة الاوقاف، تبرعا يروح بنك نصر الاجتماعي. فهمت بقى المسألة؟ باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شريح القاضي ده تولى القضاء 40 سنة، تولى القضاء من ايام سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومعاويه لحد ما جه سيدنا علي كمان قبل معاويه من ابي سفيان، وكان متولي القضاء، يعني قعد 40 عام قاضي. كويس؟ وكان شريح وهو كوفي،
شريح القاضي، وهو مخضرم على فكرة، حضر حياة النبي إلا أنه لم يلقاه، عشان كده يسموه إيه؟ تابعي مخضرم. تابعي مخضرم يعني إيه؟ يعني حضر حياة النبي إلا أنه لم يلقى النبي، فالتقى بالصحابة. يبقى أي تابعي لما كتب عليه تابعي مخضرم معناه كان إيه؟ حضر حياة النبي قبل وفاة النبي ولم يلقى، لأنه لو التقى به ولو لحظة بقى صحابي، فهم؟ وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، بيستدل على جواز ذلك، يعني جواز الأجر اللي هو الراتب اللي بياخده القاضي يعني. وبعدين امتى استعفى من القضاء؟ ايه؟ ايام الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي طبعا كان ايه؟ متسلط على كل شيء، حاكم متسلط، فكان يملي رايه على القضاء عشان يحكموا بما هو يريد، فقال له لا متشكرين انا مش عايز القضاء، السلام عليكم، وساب. فهم؟ استعفى القضاء ايام مين؟ ايام الحجاج بن يوسف الثقفي. يبقى القاضي لو املى عليه الحاكم علي أن يستعفي من وظيفتي احتياطا. ليه بقى؟ علشان ما يجرش في أحكامه فيكون مسؤول أمام الله. وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته. الوصي اللي هو إيه؟ أما يبقى يتيم أبوه سايب له ثروة طائلة ويتيم وهو صغير، لابد يبقى في وصي على مال هذا الصغير علشان يدير هذا المال لحد ما يكبر ويبلغ الرشد وبعدين يديله ماله. فهمت بقى ازاي؟ ده يسموه الوصية على اليتيم. فسيدتنا عائشة بتقول ايه؟ الوصي على اليتيم ده يأكل من مال اليتيم مقابل ايه؟ ادارته لهذا المال، يعني يأخذ راتب مقابل هذه الادارة، بس يأكل بالمعروف. فهمت؟ يأكل الوصي بقدر عمالته، يعني بقدر عمله في ماله. وأكل أبو بكر وعمر، يعني أخذوا أجر على الخلافة. لما تولى سيدنا أبو بكر الخلافة كان هو تاجر، فترك التجارة وتفرغ لإدارة شؤون المسلمين. طب هيأكل أولاده منين لما ترك هو تجارته؟ فبقى يأخذ راتب كويس. وسيدنا عمر نفس الحكاية، كان تاجرا وكان عنده أرض بيديرها، لما تولى الخلافة أخذ أجرا على توليه الخلافة ليتفرغ. مش ربنا بيقول إيه؟ من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني لو أنت عندك دخل يكفيك استعف، فهمت؟ ما تاخدش أجر. احنا كنا إيه؟ عرفنا ان الدكتور احمد دكتور علي جمعه لما تولى الافتاء ما كانش بياخد راتبه كويس. من كان غنيا فليستعف، طب ولو فقير خد اجرك ما جراش حاجه حلال. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وعن ابي قال حدثنا ابو اليمان اللي هو الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب ابن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب ابن عبد العزة أخبره أن عبد الله ابن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا؟ يعني بيأخذ إيه؟ بعض الوظائف، يعني بيتولى بعض الوظائف كالولاية أو القضاء أو شيء من هذا. فإذا أعطيت العمالة كرهتها، ولما نبعت لك أجرك راتبك مش عايز تاخده؟ سيدنا عمر بيلومه، يعني يقول له أنت دلوقتي مش بتؤدي وظيفة، بنبعت لك الراتب بتاعك ليه بتكرهه وما بترضاش تاخده؟ فهم؟ فقلت بلى. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ طب وايه هدف ايه هدفك يعني من كده انك انت ما تاخدش راتبك؟ قال قلت ان لي افراسا واعبدا وانا بخير واريد ان تكون عمالتي صدقه على المسلمين. يعني بيقول له انا راجل تاجر وعندي ايه
الأعمال، فأنا عايز يبقى عملي ده للمسلمين ثواب تبرع، لأن أنا مستغني. قال إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير. يعني بخير يعني إيه؟ بمال. يقصد بالخير هنا إيه؟ عندي مال كثير، يعني راجل عندي مالية كثيرة. عشان كده ربنا إيه؟ ومن ترك خيرا إيه؟ إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا يوصي. إن ترك خيرا هنا يعني إيه؟ مالا. يبقى خير يطلق ويقصد به إيه؟ مال. وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت. يعني إن أنا أعمل حاجة النبي كلفني بيها وما أخدش أجر عليها، كنت أنا عايز أعمل كده زيك أيام النبي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني. حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به. أنت مستغني عنه، طب خذه وتصدق به. فهم؟ خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال اللي هو إيه؟ المال مقابل الوظيفة يعني، وأنت غير مشرف ولا سائل، يعني ليست طامع إليه ولا بتسأل ما لا تستحق. كويس؟ فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك. فلا تتبعه نفسك، فلا بتسكين التاء الثانية أحسن، فلا تتبعه نفسك. يعني ما تخليش إيه قلبك متطلع للمال وطمعان. اللي يجي من غير طمع خده وتصرف فيه، واللي ما يجيش ما يهمنيش. مش كده من المصريين يقول لك كده؟ ما يجيش ما يهمنيش. يعني ايه؟ يعني ما يهموش في قلبه ولا يزعله. فاهم؟ يعني ما عندوش حرص يعني. لأن الحرص والطمع يؤدي إلى ايه؟ إلى الوقوع في الحرام. وعن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني. حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذه فتموله. تموله يعني إيه؟ يعني إيه؟ حزه في مالك، وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني ناظر طامع إليه، ولا سائل، ولا أنت قاعد إيه بتسأل وبتطلب. فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. اللي هو إيه؟ ما جاءك بغير مسألة رزق سقاه الله لك. طب افرض أنت ما بتأديش وظيفة خالص، وأنا قابلتك ورحت قلت لك خد العشر تلاف جنيه دي، وانت ما بتقليش الوظيفة ليا خالص، وانت ما سألتنيش، خلاص خذه رزق سقاه الله لك. مش تقول لي طب وهتديني ايه بمقابل ايه؟ وانا عملت لك ايه يعني؟ هتكسر عيني ولا ايه؟ يا عم بالراحة شوية علي. ليه بقى؟ لانك لازم تعين المسلم على اداء واجباته. افرض ان انا عندي مال واريد ان انا اخرج زكاة مالي، فلما كل ما اديه لواحد يقول لي لا مش عايز، لا مش عايز، طب انا هعمل ايه في المال اللي عندي دي الزكاة دي؟ فلازم تعني على التصدق ان كنت انا صاحب مال، وبالتالي خده. انت مستغني عنه خده واديه لواحد قريبك فقير، بسيط. طالما انت مستغني عنه اديه لجارك الفقير، لكن ما تكسرش خاطر المسلم اللي بيعطيك المال وتكسفه. فهمت بقى ازاي؟ قول له: جزاك الله خير، اكرمكم الله، اغناكم الله، وتحطه في جيبك. فهم؟ وبعد كده اتصرف فيه كيف شئت في الوجوه التي تراها مناسبة. فهمت بقى المسألة؟ طالما جالك بغير مسألة، لكن اوعى تسأل الناس. باب من قضى ولاعن في المسجد.
كان زمان طبعا ما فيش بقى دار للقضاء معمولة مبنية، فكان كل حاجة بتتم فين؟ في المسجد. أيام المدينة ما كانت لسه الأمور بسيطة، والناس لا تملك إلا بيوتها والمسجد، ما عندهمش بقى دار للملك ولا دار للقضاء ولا الحاجات دي، ولا دار للشرطة، الحاجات دي كلها ما كانتش لسه أيام النبي. فإيه؟ فكان يتم كل ذلك في المسجد. باب من قضى ولاعن في المسجد. والملاعنة اللي هو إيه؟ لما يشك في زوجته أنها حملت من رجل غيره وهي على عصمته. في الحالة دي لو سكت الولد اللي في بطنها ده لما يتولد هينسب ليه، يبقى هو أبوه، لكن هو أصلا كان مسافر بقاله 10 سنين ورجع لقاها حامل. الله، حاجة غريبة. فمش عايز يسكت، وفي نفس الوقت لو اعتدى عليها وضربها او قال انها زنت وهو ما شافش يجلد 80 جلدة لانه قاذف، ولو قتلها والدم غري في عروقه يقتل بها. طب ايه الحل؟ فجاء الشرع الشريف وايه وحل المشكله دي بالملاعنه، انك انت تروح للقاضي ترفع قضيه بنفي النسب. دلوقتي بيسموها قضيه انتفاء نسب، الملاعنه دي بقى يسموها ايه في زماننا؟ قضية نفي نسب. يرفع قضية. الوقت ما بقوش يعملوا بطريقة الملعنة القديمة، لأن بقى في تحاليل. يوم يبتدوا بقى يعملوا تحاليل ويشوفوا بقى الجنين ده البصمة الوراثية بتاعته إيه، وأنت بصمتك الوراثية إيه، والأم إيه، وتفاصيل كتيرة كده لحد ما إيه يعرفوا. طب زمان ما كانش لسه فيه الإيه؟ الدي إن إيه ولا البصمات الوراثية ولا حاجة، ما كانش فيه التحاليل دي. يعملوا إيه؟ يجيبوا الراجل يحلف 4 أيمانات ان الولد اللي ببطن مراته ده مش ابنه، كويس، ويحلف، والخمسة لعنة ربنا عليه لو كان كاذب، عشان كده سموها الملعنة كده. وبعدين يجيبوا بقى الست تحلف 4 أيمانات ان الراجل ده كذاب وبيفتري علي، واليمين الخامس تقول فيه وغضب ربنا علي لو كنت كذاب. تمت الملعنة. يعمل ايه القاضي؟ يفصل بينهم، يفرق بينهم، خلاص ما بقتش مراته، ولا تحل له ان يتزوجها طول عمره، خلاص حرمة على التأبيد، فرقة على التأبيد، وينتفي النسب للولد اللي ببطنها، كويس، ولا يقام على احدهما الحد، لا هو يقام عليه حد قذف ولا يقام عليه حد زنا. فهمت بقى المسألة؟ ادي الملاعنة. كان زمان الملعنة علشان فيها قسم كانوا يغلظوا في المكان والزمان، عشان البني آدم يخاف يحلف كذب، فيقوموا يخلوه يحلف في المسجد. البني آدم حتى الكذاب اللي ممكن يحلف في السوق لما تقول له تعال احلف في المسجد يخاف، لأن ده بيت ربنا، فهمت؟ يبقى ده تغليظ بالمكان. وكانوا يخلظوا المكان أكتر بإيه في المدينة؟ يخلوه كمان على منبر النبي يقف، عشان كل ده يبقى وازع له ان يمنعه ان يتبلى على حد او يحلف كذب، كويس، يسموه تغليظ بالمكان وتغليظ بالزمان. ويخلوا اليمين ده يحلفه بعد صلاة العصر، حيث ان صلاة العصر بعدها الدعاء مستجاب، وهو هيقول لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين، ويقول غضب الله علي ان كنت من الكاذبين، يعني هيدي على نفسه في وقت استجابة الدعاء في مكان يستجاب فيه الدعاء. كل ده يسموه ايه؟ تغليظ بالمكان والزمان، حتى لا يتسرع في اليمين. فهمت بقى ازاي؟ ده اسمه تغليظ مكان وزمان، وتغليظ بالتكرار، انه يحلف اليمين 4 مرات ويأكد بالخامس. كل ده تغليظ علشان ايه؟ ضميره قد يؤنبه فلا يكمل. فهمت؟ اذا كان مفتري عليها او اذا كانت هي مفترية عليه ضميرها يؤنبها فلا تكمل. واضح؟ ولا عنا عند منبر عمر، عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، مبالغة طبعا في التغليظ. وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة ابن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. لما اتسعت بقى دور المسلمين، الرحبة ده مكان كان واسع ايه في الكوفة، كان مكان خلافة سيدنا علي، زي الوقت بتقول ايه قصر، ايه قصر الرئاسة،
فكان سيدنا علي كان قاعد في ايه؟ في الرحبة، فكان يقضي في الرحبة دي خارج المسجد لما اتسع البنيان والعمران. احنا الوقت بقينا نعمل ايه؟ دور قضاء ودور محكمة. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لان خلاص الامور كلها بقت ايه؟ منظمة. حتى يفرغ الناس في المساجد للصلوات. تصور احنا لحد دلوقتي بنقضي في القضايا في المساجد، مش هنصلي بقى، هتصلي امتى؟ 50-60 متهم وعشرين ثلاثين قاضي قاعد، والدفاتر طالعة، واحد على باب الجامع ينادي المتهمين وده ينادي الشهود، هنصلي فين يا أستاذ؟ ما بقاش. فهمت ازاي؟ فلما كثر الناس وكثر التقاضي فصل ده عن ده. فهمت بقى؟ يحسن يجي لك واحد يقول لك ايه؟ بدعة، المحكمة دي بدعة، ما كنتش ايام النبي، واخد بالك؟ ويجوا بقى ياخدوا تاني في المساجد. ما احنا اصلنا عندنا امخاخ مريضة وناس بتقرأ الشرع بأفاها. فهمت؟ اللي ما عندوش ادراك للواقع. فعانينا من هؤلاء كثير. وعن ابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وانا ابن 15 فرق بينهما، يعني بعد ما لعنوا بعضهم البعض فرق النبي بينهم، او ايه؟ فرق بينهم. يبقى فرق بينهما يعني النبي او القاضي، او فرق بينهما بالبناء للمجهول. طب وهل التفريق يتم بمجرد الملاعنة ولا بحكم القاضي؟ مذهبان، ذهب الأحناف أنه بحكم القاضي، لابد القاضي يحكم بالتفريق، كويس؟ وذهب الشافعية والجمهور بأنه تم التفريق بمجرد الملاعنة ولو بغير حكم القاضي. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه؟ طبعا ده جزء من حديث طويل. المهم الإمام البخاري اختصره حوالي صفحة اختصرها وجاب لك في الآخر فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. هو عايز يثبت بس الفقرة دي إن تم التلاعن في المسجد، لكن قصته معروفة وقرأناه عدة مرات هذا الحديث. باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. يعني إيه الحكم؟ يتم في المسجد جلد أو مثلا قتل أو رجم، لكن تنفيذ الحكم بقى بره الجامع علشان ما تلوثش المسجد إيه بهذه الأشياء. يبقى التنفيذ يتم خارج المسجد، لكن الحكم ممكن يتم داخل المسجد. وقال عمر أخرجاه من المسجد، ويذكر عن علي نحوه. وعن أبي قال حدثنا يحيى ابن أخرجاه، وقال عمر أخرجاه، يعني إيه؟ أخرجه اللي وجب عليه الحد من المسجد. ويذكر عن علي نحوه. انت عندك وضربه؟ بس ما عنديش انا وضربه. انت روايه مين دي؟ روايه ابو ذر الهروي. روايه ابو ذر الهروي فيها زياده وضربه، ذكر في الهامش عندنا وضربه، دي زياده ابو ذر الهروي في روايه البخاري. اخرجاه او اخرجاه وضربه، يعني امر بضربه. ويذكر عن علي نحوه. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه. اللي هو ماعز، ماعز اللي هو راح اختلف ايه اعترف، يعني هو زنى زنية واحدة، ضميره مأنبه، عايز يموت، عايز ينتحر، عايز أي حد يموته، مش مستحمل ضميره. شوف قد ايه الصحابه، عصاة الصحابه كانوا ازاي حالهم، واخد بالك؟ وانت تاكل مال النبي وتيجي تحضر درس البخاري، شوف قله الادب. لكن ده ماعز زنى زانيه واحده، كان ممكن يتوب وخلاص،
لكن كل ما يجي ينام مش مستحمل ضميره انه مش عارف يعيش، لا عارف ياكل ولا ينام ولا يعيش ولا يروح ولا حتى عايز قادر يبص في وجه النبي، فعايز يخلص من الحياه. هو عارف ان اللي يزني حكمه ايه؟ الاعدام رجما. يروح للنبي يقول له انا زني، يعني انا مش عارف اعيش يا رسول الله ريحني. الرسول صلى الله عليه وسلم اعرض عنه، يعني يجي للنبي من ناحيه دي يقول له انا زنيت، الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل كده كانه مش شايفه ويكلم الصحابه، يروح لافت الناحيه الثانيه يجي للنبي يكلمه انا زنيت، يروح عامل كده الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين انا يقول له امجنون انت الرسول، يعني انت جاي عايز تموت. في الاخر ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم استنكهوه، لا يكون سكران ده ولا حاجه، شموا نفسه لا يكون واخد حاجه مبرشم ولا حاجه، واخد بالك؟ يعني كل ده النبي مش عايز، فضل ورا النبي يقول له كده لحد ما الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه بان يرجم. فلما رجم وقتل ومات الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد ايه شتمه قال لقد تاب توبه لو قسمت على اهل المدينه لوسعتهم تكفيه، واهل المدينه فيهم يهود وفيهم منافقين، فهمت ازاي؟ فيهم ايه بلاوي سودة، فيهم شياطين، فهمت؟ ادي نموذج لعصاة الصحابة، شوف بس شكلهم ايه. وانت الوقت الواحد ممكن يعيش في الحرام 20 سنة وضميره محركوش، فربنا ينجينا، وكل رمضان يروح يعمل عمرة ما شاء الله، واخد بالك؟ ربنا ينجي. قال اتى رجل، اللي احنا قلنا اسمه ايه، ماعز، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. الواو هنا يسموها واو الحال مش واو العطف بقى، يعني وهو في المسجد يعني وحال كونه كان النبي جالس في المسجد يعني. فقال يا رسول الله اني زنيت، فاعرض عنه. شوف مش خايف من الفضيحه، بيقول قدام الناس والصحابه كلهم، ده دليل ان ضميره مأنبه تأنيب شديد لدرجه بقى ايه هاين عليه كل شيء، ما يفرقش، هو عايز يخلص من تأنيب ضميره، نفس لوامة شديدة، فهم؟ فلما شهد على نفسه 4 قال أبك جنون. إحنا الوقت القاضي يعمل إيه؟ يحولوا اللجنة أطباء نفسيين عشان يشوف قوى العقلية، يتأكد من وقع القوى العقلية، فهمت بقى إزاي؟ بيحولوه الوقت كده بيعملوه كده. قال لا، قال اذهبوا به فارجموه. حتى ان النبي برضو الرواية دي ايه فيها اختصار، قال للأهله، هل هو بيجي له اطوار كده وهلوسة وبيقول حاجات ما حصلتش؟ قالوا له لا، ده طول عمره متزن، عمره ما يجي له امراض نفسية ولا بيتعاطى اي حاجة، سليم. يعني النبي كان خايف صلى الله عليه وسلم ان يكون تحت وطأة اكتئاب، مرض اكتئاب ولا هلوسة بصرية او سمعية او شيء من هذا، لان في واحد ساعات يجي له مرض نفسي يمتنع من النوم، يوم يجي له يتهيأ له تهيؤات انه زنى وهو ما زناش، فهمت ازاي؟ بتحصل في بعض الامراض النفسية كده، ويدعي انه هو عمل حاجة يختلط عليه اليوم النوم واليقظة، فهمت ازاي؟ في بعض الناس الامراض النفسية كده، يوم ايه الرسول صلى الله عليه وسلم برضو بيراعي مثل هذه الامور كلها. فسأل قال لا، قال اذهبوا به فارجموه. يبقى ذهبوا به فارجموه يعني ايه؟ يعني تم الرجم خارج المسجد، معناه خارج المسجد. قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابرا، جابر بن عبد الله، قال كنت في من رجمه بالمصلى، مصلى الجنائز خارج يعني، او مصلى العيد. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. ونقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله ثالث سبت في شوال إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.